سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وتحت طلب أحلى متتبعات دائما يقولوا لي شيف أم إسلام ديري لنا الشربات ديري لنا الشربات. جا وقتها مع اقتراب شهر رمضان، إن شاء الله ربي يقدرنا، إن شاء الله حندير معكم شربات بوفريك المعتمدة لدى قدماء أهل المهنة اللي خدموا شربات تاع بوفريك بدون حمض الستريك. ألا على بركة الله. واش نحتاجو البنات؟ نحتاجو 2 لتر ماء، 2 لتر ماء عادي، نحتاجو 2 كيسان سكر المائدة، نحتاجو كاس معمر عصير الليمون، نحتاجو 2 كيسان ماء إضافيين، بيان سور نحتاجو لافاني، نحتاجو مستحلب الشربات يتباع عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات، ونحتاجو عطر الليمون، ماشي إجباري وماشي ضروري، تقدروا تستغناو عليه. ونحتاجو البنات، شوفوا واش وسيد 2 ليمونات سكرفشتهم، نحيت الزز تاعهم. شوفوا البنات، ما لحقتش القشره هذيك البيضه، كي سكرفشتهم حطيتهم في تبيسي، وهذوك 2 حبات نفسها اللي سكرفشتها نحيت الزاز، نقيتهم مليح، نحيت لهم هذيك القشره، نحيت لهم كل. شوفوا البنات، وقطعتهم على شكل مربعات. هاد المكونات كامل باش تنجحوا في هاد الشربات، ضروري ضروري فيها خطوات، فيها 4 خطوات نعتمدوهم. علاش اسمها الشربات؟ شربات لانها نخدموا الشربات بالشربات. دوك تفهموا البنات. الخطوة الأولى البنات باش تنجح لنا الشربات تاعنا، ضروري ضروري نخدمو الشربات. أصل الشربات كيما قلت لكم هي نخدمو الشربات. واش معناتها الشربات؟ لو سيغو، هذاك لو سيغو اللي نخدمو به، اللي نشربو به الكيكات تاعنا. ألو على بركة الله، لكن بمقادير واحدة أخرى. على بركة الله نديرو 2 لتر ماء في كاسرونة، 2 لتر ماء بالتمام. هاكو تشوفوا البنات القارورة تاعي ترفد، ريت لا انا درت 2 لتر. فهاد 2 لتر ماء حندير 2 كيسان ماء، 2 كيسان سكر عفوا، 240 مليلتر، 2 كيسان سكر معمرين. شوفوا البنات، الكاس الاول، الكاس الثاني. تحبوا تنقصوا المقادير، هذا يعني في كل ريت لا ماء نديروا كاس سكر، تجي الحلاوه تاعها عاديه. نخلطوا البنات، بسم الله، نخلطوها، نحطها فوق النار، نحطها فوق النار كيما نخدموا الشربات. كي تبدا تغلي 10 دقائق بعد الغليان نطفو عليها. نعاود البنات، نحطوها فوق النار، تبدا تغلي الشربات، هي تبدا تغلي من تما من الغليان نحسبوا 10 دقائق، 10 دقائق نطفو عليها، نحطوها فوق النار. من جهه او ميم طون البنات، او ميم طون الشربات تاعنا فوق النار، نحكموا كسرونه واحد اخرى، نديروا مبشور 2 ليمونتين، مبشور ليمونتين، نحطوه في كسرونه. تبعوا البنات الخطوات تنجحوا في الشربات. مبشور ليمونتين، نزيدوا لها 2 كيسان ماء، 1 2، نفس الكاس ونفس الكيلة. شوفوا البنات، مبشور الليمون وفي 2 كيسان ماء، نحطوه تاني فوق النار، نخلوه يغلي مدة 3 دقائق. شوفوا مبشور الليمون يعطينا اللون، يعطينا اللون الأصفر، يعني ما كان له نحتاجو الكولورون، يعطينا اللون الأصفر الطبيعي ويعطينا بنة الشربات. مبشور الليمون راهو غلا 3 دقائق، حنطفي عليه، فوالا نخليه بجانب. الشربات تاعنا 2 لتر ماء و 2 كيسان سكر راهي بدات تغلي. شوفوا البنات، حنوري لكم، ديما تقولوا لي واش معناتها 10 دقائق بعد الغليان، راهي بدات تغلي. لو فات تواسي هذوك الفقاعات، شوفوا البنات، اي بدات تواسي هذوك الفقاعات. من هذه اللحظه البنات نبداو نحسبوا 10 دقائق ونطفوا عليها. فوالا، ما يخفى لكمش البنات الشربات تدبغ الكاسرونه تاعنا ولا الطنجره تاعنا.
شاك فوا، خاصة احنا نخدموا الكيكات كاسرونة تاعنا ديما مدبوغة بالشربات، تخلي تولي ترجعها، شوفوا اللون تاعها كاش تبدل بين هنا وهنا. فوالا، عفوا. كما قلت لكم هذه المرحلة البنات اي بدات تغلي، نحسب 10 دقائق ونطفي. مبشور الليمون حنصفيه البنات، شوفوا اللون تاع هلا انا عصرته، هذا البنات ما نحتاجوش خلاص. شوفوا البنات سيروا هدايا تاع مبشور الليمون، شوفوا كاش عطانا لون طبيعي وريحه الليمون راهي معبقه المطبخ والدار كامل. شوفوا وطات اللون الاصفر الطبيعي، قلت لكم بدون ملون غذائي، ملون غذائي كولورون. فوالا هذا هو اللي حيعطينا لون الشربات. راهو واجد نحطوه بجانب، عفوا. هذا هو البنات مركز الماء الزهر اللي ما قلت لكمش في المقادير، قلت لكم مستحلب الشربات، عطر الليمون، وتاني كنحتاجو مركز ماء الزهر. شوفوا كيفاش ثقيل، فوالا ماشي ليكستخي تاع مزهر، عطر المزهر، هذا مركز ماء الزهر اللي نحتاجوه كذلك في الشربات. عفوا ما عطيته لكمش في المقادير. 10 دقائق يعني خطوه بخطوه معكم باش ننجح لكم الشربات تاعكم، شربات بوفاريك. فاتوا 10 دقائق البنات نطفوا عليها. بعد ما غلت لنا الشربات 10 دقائق نولوا الوصفه تاعنا. شوفوا البنات هي الوصفه ضروري تكون في ريسيبيون زجاجي، انايا هاد الريسيبيون تاعي ما يكفيش زوج لي ثلاث ما، يبقى حندير تاع الاينوكس. هذاك اللي تاع المبشور الليمون شوفوا راهو سخون، نفرغوا في ريسيبيون. زيت هذا هو سر نجاح شربات مثل المحلات تاع بوفاريك. هذيك الشربات سخونه البنات نفرغوها، بسم الله. شوفوا الكميه شحال، الله يبارك. هذه الشربات الاصليه، الشربات الاصليه تاع بوفاريك. شوفوا سيروا الشربات مع اللون مبشور الليمون كي غليناه، شوفوا اللون اللي عطاه لنا. لو كان ريسيبيون زجاجي بالكم اللون ملاح. شوفوا البنات الشربات تاعي مازالها سخونه. واش الخطوه اللي حنديرها، اللمسه اللي حنديرها ماشي ضروريه، يعني تعطينا نكهه النعناع مع الليمون ما نحكي لكمش. نحكموا اوراق شابين تاع النعناع، شوفوا البنات فوالا، نحو بلا ما نقطعوه بلا ما نرحوه، نحي واحد الخمسه ولا سته اوراق شابين هكذايا، نرموهم في الشربات. ديجا الريحه بدات تطلع كمنكه فوالا طبيعي. شوفوا البنات جوست يطلق الريحه تاعو كامل، ومن بعد نحوه البنات. شوفوا نغطسوه في الشربات تاعنا فوالا. مازالوا الخطوات تاع الشربات تاعنا، انا في الخطوه الثانيه. هذه المرحله نحكموا بابي فيلم البنات، بسم الله نفلميوه مليح. شوفوا البنات هكذايا او سخون، نخلوه يبرد فوق هنايا فوق طاوله العمل شويه، كي يبرد شويه ندخلوه الثلاجه او المجمد لمده ساعه او ساعه ونصف حتى يبرد لنا مليح. كي يبرد نولي لكم شويه الشربات تاعي. دوكا واش نديرو البنات، نديرو كاس عصير ليمون، نفس الكيلة كاس عصير ليمون فوالا. نخلط دوكا واش نديرو البنات، نحاول نحي اوراق النعناع
اوراق النعناع ما نلحوهم، المهم درناهم كمنكه. شوفوا البنات، نحي كاع الاوراق، تلقوا كامل النعناع، رائحه النعناع. فوالا، نحيت كامل اوراق النعناع، مازالت صغيره مهبلتني محبتش تنحها، شوفوا غير تهرب لي. فوالا انا نحيتها، ريحه القارص تكوني بزاف شابه وعبقت الدنيا. دوكا واش نزيدوا البنات؟ عفوا، ملعقه قهوه، ماشي اكل، لافاني. شوفوا البنات، لافاني اون بودر. خلط. واش نزيد البنات؟ ملعقه صغيره مستحلب الشربات، ضروري يكون هذا معنا. شوفوا البنات، ملعقه صغيره فقط، ما نزيدوش. ونخلط. يتباع بلي دوز البنات عند بائع مستلزمات الحلويات. فوالا، الوغ درت ملعقه صغيره، مغرفه تاع قهوه لافاني، مغرفه صغيره تاع مستحلب الشربات، ضروري ما درناش حمض السيتريك. فوالا، ودوك البنات ملعقه صغيره كذلك مركز ماء الزهر. شوفوا القوام تاعو كيفاش، ملعقه صغيره فقط. ونخلط. وشوفوا البنات، نصف ملعقه اغوم الليمون، عطر الليمون، باتاغوم الليمون. هنا يبدا تبان الشربات تاعي. نخلط. فوالا، نحطها بجانب. واش مازلنا البنات؟ مازلنا كو هاد المربعات تاع زوج ليمونات اللي سكرفجنا منها مبشور الليمون. دوكا واش نحكمو البنات؟ نحكمو البلاندر، ضروري البلاندر البنات، نحكمو البلاندر البنات. واش نواسو؟ مربعات الليمون اللي قطعناهم قطع صغيرة، نديروها في البلاندر. فوالا، نزيدو كمية، عفوا، كمية من الشربات تاعنا. بسم الله. فوالا، البلاندر تاعنا راهو يدور، وانا نزيد كمية الشربات. شوفوا اللون تاعو كاش ولا، شوفوا البنات عن قرب. فوالا، شوفوا عن قرب، ضروري نخليوها في البلاندر مدة 5 دقائق حتى يترحم مليح القارص تاعنا. او ميم طون هو ويترحى، وحنا نزيدو في الشربات. فوالا، هذه هي المرحلة الأولى. واش نواسو دوكا البنات؟ نفرغوا داك القارة، شوفوا القوام ديالو، نفرغوه كامل، شوفوا اللون ويتبدل. وبالتالي الشربات تاعنا راهي حاضرة. واش نديروا البنات؟ المرحلة الأخيرة تاع الشربات تاعنا، نعاودو نفروها في البلاندر تاعنا، ونعاودو نرحوها باش نتاكدو بلي هذاك القارص ترحنا مليح، هو يعني ترحى كلش البنات. فوالا، مي بصح نعاودو نرحو مره ثانيه. نحكمو البلاندر تاعنا، نفرغو نصف الكميه. بسم الله، نعاودو نرحوه للمره الثانيه. شوفوا اللون والقوام. فوالا، شوفوا الكمية، الله يبارك. هذه الكمية البنات دارت لنا تقريبا 5 حبات قارص متوسطة الحجم. وبالتالي الشربات تاعي راهي وجدت. شوفوا القوام تاعها،
شوفوا اللون تاعها شربات الأصلية، مازالت سخونة. أنا قلبت نصف تاني، درتو في كاسرونة، حن الزيت تاني نكمل نرحيه ونولي. راهي واجدة دوكا. شوفوا البنات قطعت حبة قرص، فوالا هاد لي طرونش نديرهم كوم ديكور. شوفوا البنات حاجة ديكوراسيون، فوالا كاين اللي يحب بزاف يحب يمص القرص. فوالا هادوما البنات نديروهم في القارورة، تقدروا ديروه كمشروع مربح في لي ساشي تاع كونجيلاسيون. فوالا فوالا شوفوا القوام تاع الشربات، شوفوا اللون الطبيعي تاع الشربات تاعي بمبشور الليمون. فوالا صدقوني البنات جربوها، اكيد اكيد تعجبكم في شهر رمضان ولا في سائر الايام في الصيف، منعشه جدا. شوفوا خمس حبات قارص شحال درنا من الشربات. فوالا القوام تاعها، شوفوا اللون شربات مثل المحلات. نعمل قراءة الكيسان تاعي ونولي ليكم. هذه هي شربات بوفاريك ديالنا، شربات الأصلية بدون منكهات بدون حمض الستريك، تقدروا تقولوا طبيعية. حتى الملون هذا اللون الأصفر درناه من مبشور الليمون. إن شاء الله البنات جربوها وتفرحوا بها وليداتكم والعائلة، وعلاش لا لا اعتمدوها كمشروع مربح. رانا في وقت القارص، خزنوا القارص في الثلاجة وديروها كمشروع، ضعفوا الكمية فقط. صحة وهنا على قلبكم، ولعجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة. شوفوا البنات خمس حبات قارص شحال درت لي، هذه ديت الفدريت لا ونص. هاد الكيسان شوفوا الله يبارك، بخاسك 3 ريتلات شربات، خمس حبات قارص وزوج كيسان سكر 3 ريتلات شربات. لكن تبعوا التقنية تاع الخطوات كيفاش خدمنا الشربات. ارجو منكم الدعم في القناة، شكرا على المتابعة، شكرا على الدعم، احبكم في الله. سواء المتتبعات هنا في الجزائر، كل ولاية مع كل ولاياتها في الدول العربية الشقيقة والمجاورة، شكرا لكم، شكرا شكرا. السلام البنات.